إذن نشير إلى هذا الخبر العاجل، حيث وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على ما عرضه وزير الزراعة بشأن التوافق بين وزارات الزراعة والمالية والتموين على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024-2025 ليكون 2200 جنيه للأرداب بجودة 23.5 و2150 جنيها للأرداب جودة 23 و2100 جنيه للأرداب جودة 22.